بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الثامنة اللي حنتكلم فيها على الليكوسايت أو الدبليو بي سي. في هذه المحاضرة حنتكلم على آتي: حنتكلم على إنترودكشن، حنتكلم على الريلاتيف والأبسوليوت كاونت، حنتكلم على السيدوليكوسايتوزيس، ثم حنتكلم على السيدوليكوبينيا. اولا في البدايه الليكوسايت او الدبليو بي سي، الليكوسايت هي جايه من ايش؟ جايه بالليكو معناها وايت، وسايت معناها خليه، فهي خلايا الدم البيضاء او نسميها احنا الدبليو بي سي. النقطه المهمه جدا ان الليكوسايت هي مسؤوليه المناعه. كل خلايا الليكوسايت الخمسه هم مسؤولين على المناعه بشكل اساسي. طيب احنا اتفقنا في معنى خمس خلايا اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت والنيتروفيل والايزنوفيل والبازوفيل. طبعا دول الخلايا كلهم دول هم اساسا نقيسهم الخمسه بالليزر، وزي ما قلنا الليزر بيقيسهم بحجمهم كاحجامهم اول، وبيقيس كمان بيعمل ايدنتيفاي للجرانيولز داخل هذه الخلايا. النقطه الثانيه المهمه جدا انه غالبا يعني غالبا انه النورمال دبليو بي سي كاونت يوجوالي بيكون نورمال ديفرنشال. نقطة مهمة عاوزين نتفق عليها، عندما نقول شخص عنده ليكوسايتوزيس أو شخص عنده ليكوبينيا، هذه it doesn't make sense، ما لهاش معنى، لأنه لما نقول ليكوسايتوزيس، إيش اللي ارتفع من التايبز أوف دبليو بي سي؟ ولما نقول ليكوبينيا، إيش اللي انخفض من التايبز أوف دبليو بي سي؟ فمصطلح ليكوسايتوزيس لوحده وليكوبينيا لوحده مالوش معنى، لابد أن نحدد التايبز اللي انخفض أو التايبز اللي ارتفع. النقطة الثانية مهمة جدا انه اللي هي قضية النورمال رينج. النورمال رينج بالنسبة للليكوسايت عندما تكون من 4000 الى 11000 في المليمتر المكعب او المايكروليتر، دي بنسميها نورمال. لما تكون مايلد من 10000 الى 15000 او من 11000 الى 15000. المودريت بتكون من اكثر من 15 الى 20000، والسيفير بتكون اكثر من 20000. ده بالنسبه للليكوسايتوزيس. الليكوبينيا بتكون المايلد من 3 الى فاصل 3 من 3 الى 3.9، والفيو ليكوبينيا من 2 الى 2.9، والمودريت ليكوبينيا من 1 الى 1.9. اقل من 1 ده بنسميها سيفير ليكوبينيا. النقطة الثانية اللي أتكلم عليها هي قضية مهمة جدا، هي قضية الريليتيف كاونت والابسوليوت كاونت. تعالوا نتكلم ما هو الريليتيف كاونت. الريليتيف كاونت ده لما نتكلم على نسبة، معناها نسبة الدبليو بي سي تايب، كم نسبتها؟ بمعنى آخر لو قلت إن التوتال حق الدبليو بي سي 5000 في المليمتر المكعب وفي المايكروليتر، لما أقول نتروفيل 55%، إذا هذه الريليتيف كاونت، هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية انه الريليتيف دي طبعا ما هيش اكيوريت خالص، وزي ما حنشوف بعد شوية ما هيش اكيوريت. الابسوليوت، ما هو الابسوليوت؟ الابسوليوت ده معناها انه النمبر اوف دبليو بي سي كاونت للمايكروليتر. يعني لو قلت 5000 انا 5000 خلية اللي هي بير مايكروليتر طبعا كتوتال للدبليو بي سي، عندما اقول نتروفيل 55%، اذا معناها انا اتكلم على الريليتيف. لو ما اتكلم على ابسوليوت، ما هو الابسوليوت؟ الابسوليوت هو عباره عن الريليتيف في الدبليو بي سي كاونت. فالريليتيف هنا 55% في الدبليو بي سي كاونت 5000 حتعطيني 2750 خليه في المايكرو لتر الواحد. جميل. النقطه الثانيه المهمه جدا ان الابسوليوت كاونت النتروفيل من 1500 الى 7500، ممكن من 2500 الى 7500، الليمفوسايت من 1000 الى 4800، المونوسايت من 300 الى 1300، الايزينوفيل من 12 الى 5 الى 500، والبازوفيل من 6 الى 200. طبعا هذا بالنسبه للابسوليت. ريليتيف بالنسبه للنتروفيل من 40 الى 70%، ريليتيف من الليمفوسايت من 20 الى 45، بالنسبه للمونوسايت من 2 الى 10%، والايزينوفيل من 1 الى 6%، والبازوفيل من 0 الى 1%. طيب في نقطة مهمة عاوزين نتفق عليها. احنا للأسف الشديد من الأخطاء اللي نشوفها انه عندما يأتي الريبورت كذا، لما يجي واحد التوتال دبليو بي سي نورمال توتال، ويجي مثلا الدبليو بي سي تايبز مثلا نتروفيل هي اللي عالية، يروح يقول لنا كذا، يقول لنا في التقرير انه نورمال ليكوسايت وث ريليتيف نتروفيليا. هذا الخطأ الشائع الأول.
الخطأ الشائع الثاني انه اذا انكريز في التوتال دبليو بي سي ومثلا انكريز في واحد من الكومبوننت من الخمسه اللي هو النتروفيل يجي يقول لنا كذا، يقولنا انها ليكوسايتوزس وذ ابسوليوت نتروفيليا، وهذا في الحقيقه غير صحيح. طيب ما هو الصحيح اللي بيتم؟ الصحيح كالاتي، الصحيح ان التوتال دبليو بي سي مثلا على سبيل المثال نضرب 5000 على المايكرو لتر الواحد، لما نجي نقول نتروفيل طلعت 90% واللمفوسايت طلعت 6%، كيف تقرؤها لنا؟ على فكره سالت بعض الزملاء ايش رايكم في هذا الريبورت، انه بدات اتكلم بريليتيف، فقالوا لي هذا عنده نتروفيليا وكمان عنده لمفوسايتوبينيا. قلنا يا جماعه ما تجي شيء نسبه، فلو زادت حاجه معناها انها على حساب البقيه. لكم ان تتصوروا لما نشوف الابسوليوت كيف اللي هيحصل، الابسوليوت طلعت النتروفيل 4500، 4500 معناها في النورمال رينج. اذا المشكله هنا ليست في قضيه النتروفيل، كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها بالريبورت بالتالي، نقول انها عمليه النورمال ليكوسايت لانه اعتبار 5000 نورمال ليكوسايت وذ ابسوليوت لمفوسايتوبينيا، لان الليمفوسايتوبينيا هنا عددها 300، فنقول ابسوليوت ليمفوسايتوبينيا، مع انه النتروفيل كنسبه ريليتيف كنسبه تعتبر هاي، لكن النورمال النتروفيل كاونت يعتبر نورمال. فهذه نقطه مهمه جدا، للاسف اشوف اخطاء كثيره فيها. النقطه الثانيه اللي ايضا مثال اخر، لو طلعت التوتال دبليو بي سي 6650 مايك على المايكرو ليتر، تخيلوا النتروفيل 84.3%، الليمفوسايت 10.2%، مونوسايت 5%، الايزنوفيل 0.2% والبازوفيل 0.3%. طيب الان نفس الوضع، هل اقول عليها بالريليتيف، هل اقول عليها في نتروفيليا ولا اقول عليها ليمفوسايتوبينيا؟ هنا ما نستطيع نحكم الا بالابسوليوت. تعالوا نشوف الابسوليوت. الابسوليوت كالاتي، شايفين النتروفيل 5606 والليمفوسايت 678. اذا كيف نعمل ريبورت هنا؟ نعمل ريبورت كالاتي، نقول انه بالنسبه للتوتال نورمال، بالتالي نقول عليها نورمال ليكوسايت وذ ابسوليوت ليمفوسايتوبينيا، ومع ذلك نجي نقول انه النتروفيل هي نورمال ريليتيف هاي، النتروفيل هي ريليتيفلي هاي، لكن النتروفيل كاونت within normal أو is normal. إذا هذه نقطة مهمة جدا، القيمة الحقيقية في الحقيقة أو المعنى الحقيقي هو في الأبسوليوت وليس في الريليتيف. مثال آخر، لو واحد شخص عنده 35000 إذا سيفير ليكوسايتوزس وطلع عنده النتروفيل 92% اللي هي كريليتيف والليمفوسايت 3.5% كريليتيف وكمان مونوسايت 2% والإيزنوفيل 1.5% والبازوفيل 1%. طيب الآن أنا أحكم، هل أقول هي نتروفيليا ولا لمفوسايتوبينيا؟ لابد أشوف الأبسوليوت. لكم أن تتصوروا طلعت الأبسوليوت بالشكل ده، إذا واضح هذه، واضح أنها سيفير ليكوسايتوزس وذ أبسوليوت نتروفيليا 32000، فهي أبسوليوت نتروفيليا، بالرغم أنه اللمفوسايت كنسبة كريليتيف هي 3.5 يعني واطية، لكن الكاونت حق اللمفوسايت within normal. فبالتالي هنا التقرير نعتمد اساسا على الابسوليوت وليس على الريليتيف. مثال اخر، نجي نقول ان الدبليو بي سي 2700، اكيد هذه بالتاكيد حيكون في عنده ديكريز في الليكوسايت، والنتروفيل 25% والليمفوسايت 60% والمونوسايت 10 والايزنوفيل 4 والبازوفيل 1. الان هل نقول عنده نتروبينيا ولا نقول عنده ليمفوسايتوزس؟ هذه نقطة مهمة، لذلك النسبة مضللة، الريليتيف مضلل، لابد نعرف الابسوليوت. تعالوا ما نشوف الابسوليوت ايش حنحكم. اذا طلعت النتروفيل 675 بينما ال 60% الليمفوسايت طلعت 1600، اذا ما معناها؟ معناها نقول دي انه فيو ليكوبينيا لانها 2700 وذ ابسوليوت نتروبينيا، انه فعلا ديكريز النتروفيل فهي ابسوليوت نتروبينيا. صحيح ان الليمفوسايت يعني ريليتيفلي هاي لانها 60% الليمفوسايت، لكن الكاونت حتى الليمفوسايت از نورمال هي 1620 فهو ويذ النورمال. اذا ارجو انه تكون الصوره واضحه. طبعا حتى لمزيد من اقناع الاخوان والاخوات، تعالوا نشوف هذا المثال. الان
ال دبليو بي سي حنغير الارقام حنثبت النسبه، احنا مش اتفقنا اساسا بالريلتيف انه 70% نتروفيل انها طبيعيه. تعالوا الان نغير الارقام في ال دبليو بي سي عشان نشوف الابسوليوت ونعلق عليها. لو كانت ال دبليو بي سي 2000، 2000 في 70% معناها 1400، معناها نتروبينيا. طيب 70% صحيح 70%، لكن العدد 2000 ده حيعطينا نتروبينيا لانه حتكون 1400. طيب لو كانت 3000، 3000 70 في 3000 حتكون 2100، يعني نورمال. لو كانت 10000 70% برضه حتعطي 7000 نورمال. لو كانت 20000 حتعطي 14000، معناها نتروفيليا. هي 70% لا نقول له نتروفيليا. لو كانت 30000 وفي 70% حتكون اذا 21000 كمان نتروفيليا. اذا واضح الامور ان الريليتيف مضلل، لابد نشوف الابسوليوت نمبر. كمان مثال اخر، لو ثبتنا العكس الان، ثبتنا الرقم وغيرنا النسبه، خلينا الرقم 20000، فجينا في ال 20000 قلنا مثلا 20%، 20% الاصل انها تكون نتروبينيا، لكن 20000 هنا 4000، تخيلوا من 20000 في 20% 4000، يعني نورمال بالنسبه للنتروفيل. لو خلينا النسبه 30%، 30% من 20000 6000 نورمال، 30% نتروفيل، يعني بمنطوق او بمفهوم الريليتيف معناها ان في عنده نتروبينيا، لكن 30% هنا نورمال. طيب لو كانت 50%، 50% حتعطينا 10000 معناها نورمال. لو كانت 60% اللي هي مفروض بالريليتيف نورمال حتعطينا نتروفيليا، حتعطينا 12000. لو كانت 70% اللي هي مفروض بمنطوق الريليتيف نورمال حتعطينا 14000 اللي هي نتروفيليا. فأنا أرجو أنه الكل يركز حتى في الريبورتس حقنا، نركز على قضية الأبسوليوت وليس على قضية الريليتيف، لأن الريليتيف مضلل. طيب في معنا نقطة مهمة، السيدوليكوسايتوزيس، عاوزين نعرف ما هي أسباب السيدوليكوسايتوزيس، إنها ليكوسايت كاذبة. أول سبب اللي هو ديهايدريشن، لأنه حيحصل هيمو كونسنتريشن، فكل التايبز حق الـ WBC حترتفع، فدي بنقول عليها سيدوليكوسايتوزيس ناتج عن الديهايدريشن. النقطة الثانية بليتلتس كلامبينج عند الماكرو بليتلتس، إذا كبرت البليتلتس أو الجاينت بليتلتس حتنحسب هنا كليكوسايت، وبالتالي حقيقة هي سيدوليكوسايت. النقطة الثانية الاسترويدز، الاسترويدز ودي نقطة في منتهى الأهمية، يكون واحد في المستشفى أو مرقد في المستشفى ويروح يعطوه استيرويد، يروح يعملوا له سي بي سي ويشوفوا النتروفيل عالية، ويروح يعطوه أنتي بايوتيك، الاسترويد بيزود الليكوسايت وبيزود بالذات النتروفيل، فحيؤدي إلى نتروفيليا. النقطة كمان واحدة من الأسباب للسيدوليكوسايتوزيس اللي هي نيوبلاستيك، اللي أكيد الكانسر الليكيميا حتزود قضية الليكوسايتوزيس. النقطة الثانية المهمة جدا اللي هي الفسيولوجيكال ليكوسايتوزيس، وهذه نقطة في منتهى الأهمية. أي اكسرسايز، أي ستريس، أي بين، أي كولد حيزود الليكوسايت. تعالوا نشوف كيف حيزودها. في معنا نقطة الآن، الشكل اللي أمامكم، الشكل اللي أمامكم في البون مارو وفي خط فاصل، اللي قبل الخط الفاصل في بون مارو اللي بينتج الجرانولوسايت اللي هي غالبا النتروفيل، وفي لها ستورج في البون مارو. بعدها لما تروح للسيركوليشن في امرين، في 50% بنسميها في المارجينيتنج بول، و50% اللي بتكون موجوده في السيركوليشن، يعني موجوده اللي بنستطيع نعدها. لكم ان تتصوروا في البليتلس احنا متفقين انه 30% بتكون في السبلين و70% بتكون في السيركوليشن، بينما الار بي سي بتكون 100% في السيركوليشن. النقطه المهمه الان لما نعمل فحص لشخص للليكوسايت، تخيلوا احنا في النتروفيل بنعد فقط 50% و50% ما نشوفهاش، هي موجوده لكن لا تعد. كيف لا تعد؟ لانه هذه بنسميها في المارجينيتنج بول. المارجينيتنج بول ما معناها ان هذه ال 50% اللي موجوده في السيركوليشن ما عدتش، هي موجوده ادهيرنس او ادهير في الفيزيكال او بالفيزل اندوثيليوم، موجوده على الفيزل اندوثيليوم وبالتالي ما تعدش. هذه اللي موجوده على الفيزل اندوثيليوم ما تعدش، لو حصل ستريس، لو حصل بين، لو حصل مثلا اكسرسايز، حتحصل لها ريليزنج وتخرج الى السيركوليشن، وهذه النقطه المهمه. اذا المارجينيتنج بول ان في السل بيحصل لها ادهيجنز
في الفيز الاندوثيليوم وبالتالي ما تعج. لكن لو حصل اكسرسايز، لو حصل بين، لو حصل مثلا كولد، حيحصل لها ريليزنج. طيب نقطه هنا مهمه جدا ولا بد ننتبه لها لكم انتم. طبعا احنا في ناس كثير بيكون عندهم فوبيا من قضيه سحب الدم. لكم ان تتصوروا لو في طفل صغير وعنده خوف شديد وصلوا المختبر، واول ما دخل المختبر وهو بيبكي، وابوه يمسكه وعمه يمسكه وخاله يمسكه، ويجي الدكتور اللي حيسحب الدم يجلس 5 إلى 6 دقائق يدور الفين، فبالتالي الطفل عمال يبكي وعمال يصرخ. هنا ايش اللي حيحصل؟ حيحصل ان الميجريتنج بول حتخرج في السيركوليشن، وبالتالي حتعطينا نتيجه مضلله. ولذلك لو تصوروا في الغرب في سحب العينات بالنسبه للاطفال، يطرحوا لها مكان مخصص ويطرحوا فيه العاب ويطرحوا فيه تلفزيون فيها العاب اطفال، بحيث انه الطفل يكون مستمتع بالغرفه اللي هو فيها. وبالتالي اذا قد دخلت الابره ما في مشكله، يبكي براحته، لكن اهم حاجه تدخل الابره. دي من الاشياء اللي لابد ننتبه لها في انه قضيه ممكن تعطينا نتيجه مضلله. طيب بالنسبه للسيدوليكوبينيا، السيدوليكوبينيا هي حقيقه رير، لكن ممكن تحدث لو حصل اجريجيشن للنتروفيل او للليمفوسايت. لو حصل لها اجريجيشن بالتاكيد حيحصل سيدوليكوبينيا ولكنها رير. النقطه المهمه والقاعده الذهبيه انه لا، الجولدن رول لابد نعمل بلاد فيلم، والبلاد فيلم لابد نتاكد. بمعنى اي ديكريز اور انكريز، اي ليكوسايتوزس اور ليكوبينيا، لابد نشوف قضيه البلاد فيلم، عشان هو اللي بيعملنا قضيه الحكم في هذا الموضوع. كنت معكم في موضوع الليكوسايت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.